مرحب بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مسائية، واليوم نحن في يوم مميز. نحن اليوم في صدد استقبال السيد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، والزيارة دي هي زيارة رسمية حيناقشوا فيها التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاقتصادي والعمل المشترك بيناتهم. ومعانا في الاستوديو المحلل السياسي محمد عمر النور. اهلا بك محمد. الف مرحب بكم والف مرحب بالساده المشاهدين. محمد، زي ما كلنا عارفين نحن الليله في بصدد زي ما ذكرت استقبال حمدوك في الرياض، وطبعا حيستقبلوا ولي العهد الامير محمد بن سلمان. فما أبعاد الزيارة دي بتفتكر أنه هي زيارة حتكون استثنائية طبعا بالطبع لتوقيتها وللوفد المرافق أيضا لحمدوك؟ الزيارة هي استثنائية لاعتبارات كثيرة جدا. أولها أن هذه الحكومة قد تشكلت مؤخرا نتيجة لاتفاق السلام في جوبا، وللأمانة من أكثر المؤيدين والمباركين والداعمين لهذا الاتفاق كانت المملكة العربية السعودية. لذلك كنت أتوقع أن هذه الزيارة تكون باكرا أكثر من ذلك بقليل، على الأقل أن المشاركين المملكة العربية السعودية ظلت من المشاركين والمباركين والداعمين لعملية التحول الديمقراطي بعد الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة. الأبعاد لهذه الزيارة لا شك أنها أبعاد، منها أبعاد سياسية تتعلق بالموقف السوداني من سد النهضة أولا مثلا في مع الجارة أثيوبيا، والموقف من الحرب الدائرة أو المناوشات في الحدود الشرقية من بلدنا الحبيب، ولأبعاد اقتصادية كذلك بعد الإجراءات الاقتصادية التي قد قامت بها الحكومة الانتقالية في تعويم سعر العملة وإثبات السعر الموحد للعملة. لا شك أن المملكة العربية السعودية يقع عليها عاتق كبير في دعم هذا التحول الديمقراطي بالجوانب المشتركة في الاستثمار والشراكات الاقتصادية التي يعول عليها كثيرا في دعم مشروع الانتقال السياسي والتحول الوطني الذي وهو الأمن المنشود منذ أمد بعيد لنا كشعب سوداني. لذلك كل هذه الأبعاد المشتركة السياسية والاقتصادية والمالية والدولية المتعلقة بالدعم السياسي الكبير الذي يمكن أن تحصل عليه الحكومة التحول الديمقراطي في المؤسسات الدولية والتمويلية، مع العلم أن المملكة العربية السعودية هي من أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي، لذلك سيكون لها يعني باور كبير وقوة للدعم السوداني في مجال التمويل والمشروعات التي سيقوم بتمويلها البنك الدولي. لكل هذه الأبعاد المشتركة أجد أن هذه الزيارة هي زيارة يمكن اعتبارها زيارة تاريخية، على الأقل أن الحكومة الانتقالية الآن قد أوضحت ما عندها وما يمكن أن تقدمه للشعب السوداني، لذلك عليها الاستعانة بمن ترى أنه يمكن أن يحقق أحلام الشعب السوداني وأحلام المشروع الوطني. نعم بإذن الله. وأستاذ محمد، يعني الزيارة دي عندها بعد أمني مهم جدا في العلاقات بين البلدين، وزي ما كلنا عارفين أنه سبقتها قبل أسبوعين زيارة المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي اللواء طلال بن عبد الله، برضو كان عنده رسالة من خادم الرسالة من ولي العهد إلى وزير الدفاع السوداني. فالزيارة زيارة حمدوك اليوم للرياض أكيد عندها جانب أمني مهم جدا، فياريت لو نتكلم عن الجانب ده. نعم، لكل زيارة الزيارة لها أبعاد أمنية بدليل صحبة مدير المخابرات العامة. نعم. الذي هو من ضمن الوفد الزائر. الآن للأسف إنه نحن في السودان بنعاني من المشكلة الأمنية الكبيرة التي تسبب فيها الجار الإثيوبي، تتعلق بصد النهضة أولا، وهذه مشكلة أمنية في الإطار الأول باعتبار أن
أي عدم اتفاق على مشروع الملأ الثاني لصد النهضة سيؤثر سلبا مثل ما أثر في السنة السابقة في خروج محطات كثيرة من محطات مياه شرب المدن خارج التغطية. وعدم التنسيق في هذا المجال هو مهدد أمني، ليس أمرا عبثيا يمكن أن تختار أي دولة أن تقرر في يوم ما بناء سد دون التشاور مع دولة أخرى بحكم التواجد التاريخي على هذه المنطقة. أبعاد المناوشات الإثيوبية والتدخل الإريتري في إقليم التجريج داعما لحكومة أبي أحمد في حربها ضد التجريج، جبهة تحرير التجريج، هذا يجعل المنطقة يعني في على سطح صفيح ساخن زي ما بتقول التشبيهات. لذلك وكل هذا الصراع لا يبعد كثيرا عن البحر الأحمر، لا يبعد كثيرا عن المملكة العربية السعودية، لا يبعد كثيرا عن كامل المنطقة العربية اللي هي منطقة ما بين الخليج العربي والبحر الأحمر. كل هذا الوجود العربي أي مهدد لأي دولة من دول المحيط هذا هو مهدد للجميع باعتبار كل الروابط التي تربط بين أطراف هذا المحيط. لذلك كذلك قضايا مثل قضايا الإرهاب، مثل قضايا غسيل الأموال، مثل قضايا حركة الأموال بين الدولتين، كل هذه تحتاج لتنسيق أمني. وحتى يتم دعم هذا التعاون يتم دائما لكل تعاون سياسي يجب أن يكون هنالك على الأقل تعاون أمني من أجل يعني ممكن نقول إثبات وتثبيت هذا التعاون حتى يؤتي كامل يحقق كامل الأمنيات والرؤى المطروحة لهذا التعاون. جميل جدا. ومعنا مداخلة هاتفية من المستشار الإعلامي لغرفة المدينة المنورة صديق عثمان الشم. أهلا بك أستاذ صديق. أهلا وسهلا حياكم وأهلا بإذاعة سودانية 24 على الوجود الطيب لتدعيم العلاقة بين الشعبين الشقيقين والدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية والسودان. بنرحب بك نحن كمان بدورنا قناة السودان 24 الآن. وأستاذ صديق، يضم الوفد وزراء الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي والزراعة والغابات ومحافظ أيضا بنك السودان المركزي، هل من قراءة لتشكيل هذا الوفد؟ أكيد يعني الاختيار الوفد تم بعناية، يعني في قراءة حصيفة جدا للاحتياجات المشتركة وآفاق التعاون المستقبلي. الوفد فيه وزيرة الخارجية، وزير المالية والتخطيط والزراعة، ومحافظ بنك السودان. ففيه تركيز على العلاقات، عمق العلاقات بين البلدين ممثلة في وزارة الخارجية، وكذلك فيه الجانب الاقتصادي بشكل حضور تام بوجود المالية ومحافظ بنك السودان. أضف إلى ذلك الملف اللي حجمه كبير جدا في التعاون هو زراعة، لما تمثل من رؤية مشتركة سواء من خلال الرؤية الطموحة للمملكة في 2030 والرؤية المستقبلية وآفاق الدعم ودعم الأمن الغذائي للمملكة والاستثمار في السودان بأراضيه الواسعة والاستفادة من الدعم والموجودات والفيوضات المالية الموجودة في السعودية، خاصة يعني لا شيء يفصل بين السودان والسعودية سوى يعني البحر الأحمر. البحر الأحمر في ظل الظروف الموجودة الآن في صعوبة في عملية الانتقال البضائع والدعم اللوجستي حول العالم، فنجد إنه الحدود المشاطئة بين المملكة والسودان
يعني بتأهل البلدين للعب دور كبير جدا في من خلال الجغرافيا المشتركة بين البلدين. وبأضف إلى ذلك يعني التكامل بين البلدين الشقيقين في العديد من الأوجه الاقتصادية، بالإضافة إلى الدبلوماسية الشعبية اللي بتقود هذا التناغم بين الدولتين الشقيقتين، وكيفية تعزيز هذه الدبلوماسية المتنامية من خلال التعاون من خلال الجالية السودانية الكبيرة الموجودة هنا، ما يدل على اهتمام المملكة يعني بهذه العلاقات ودعمها، الدعم المتواصل للحكومة الانتقالية الموجودة في السودان من خلال الزيارة المتبادلة لسيد وزير الخارجية، وكذلك زيارة وزير الدولة للشؤون الإفريقية الأستاذ أحمد قطان، كانت أول زيارة بعد تكوين الحكومة الانتقالية، فهذا دلالة كبيرة جدا على مدى اهتمام المملكة العربية السعودية بالعلاقات المتنامية مع السودان. وكان زيارة حمدوك الآن تأتي يعني تتويجا لهذا الزخم من العلاقات، والدور البارز كمان لخادم الحرمين الشريفين ولعهده في دعم اتفاقيات السلام في السودان. هذه كلها أدوار يعني حقيقة السودان ليس له غنى عن دعم المملكة، والمملكة كذلك في احتياج إلى السودان، هذا احتياج من خلال الدبلوماسية الشعبية من خلال الاقتصاد، لأن المزاج العام بين الشعبين يكاد يكون موحد. وأنا أتخيل لي هذه الزيارة بيكون لها دور كبير جدا في تفعيل الاتفاقيات السابقة بين المملكة العربية السعودية والسودان وتعزيزه، وإن شاء الله يعني هتكون ثمراتها كبيرة جدا إن شاء الله. نعم بإذن الله أستاذ صديق. طيب ماذا عن دور القطاع الخاص في البلدين لدعم التوجيه الرسمي لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار؟ طبعا هو الـ يعني زي ما بقول بالراحة في هذه العلاقات هو القطاع الخاص، وفي السودان وفي المملكة القطاعين بيجدوا دعم كبير جدا. يعني الآن مثلا رؤية المملكة الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 بتركز على أساس إنه القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وكذلك في السودان. في السودان الآن الحكومة بتتجه ليلعب الاقتصاد من خلال رجال الأعمال دور كبير جدا، وحتى رجال الأعمال كان لهم دور كبير جدا في دعم الحكومة الانتقالية، فهذا بيسهل كثير جدا حجم التلاقي بين القطاعين الخاص، وده كله بيرتكز على موجودات سابقة. يعني في الزيارة الأولى لرئيس مجلس السيادة بدعوة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين للمملكة، كان في استضافة في العاصمة السعودية الرياض، ورئيس الوزراء التقى في مجلس القرف برجال الأعمال السعوديين على أساس إنه حثهم على الاستثمار في السودان والتسهيلات اللي ممكن يجدوها في السودان وكده. وأضف إلى ذلك يعني المد الموجود باعتبار إنه في تكافؤ في الموجودات والمعطيات في كل من البلدين. يعني السعودية بتتمتع برساميل كبيرة تستطيع أن تستثمر في مجالات عديدة جدا جدا، وممكن يكون في شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص وبين البلدين الشقيقين، ويحددوا مسارات الاستثمار
وأنا أتخيل لي الزيارة حيكون لها دور كبير جدا في دعم هذا التوجه. نعم أستاذ صديق، لو حابب توجه كلمة أخيرة للمشاهدين. والله كلمة أخيرة، العلاقات السودانية السعودية يعني تكاد تكون ضاربة في الأزل. يعني سبحان الله الوضع الجغرافي لا يمكن نقفز فوق جغرافية البلدين، فنحن متشاطئين وعلاقاتنا قديمة جدا جدا تكاد تكون من الأزل. وحتى الخدود الإفريقي العظيم هذا هو كانتا رتقا، يعني السعودية في قديم فكانت رتق، فلذلك بتجد مشتركات كثيرة جدا حتى في الجغرافيا، حتى في جو البلدين، حتى في المزاج العام للشعبين. وما يدلل على ذلك يعني استضافة العاصمة السعودية الرياض في أغسطس 2020 لمؤتمر أصدقاء السودان، وكان هذا مؤتمر مهم جدا، وكان دعم كبير جدا من السعودية للحكومة الانتقالية، وخاطبوا طبعا معالي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. وده بيأكد يعني إحنا لو مسكنا مثلا الاستثمار في القمح بنجد مثلا أكثر من 20 مستثمر، المملكة تتصدر هذا الاستثمار في القمح. ويعني برضو الدعم السودان بمليار ونص، وتم وضع 250 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي من المملكة لدعم الحكومة. هذا دعم كبير جدا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكانت أول زيارة زي ما قلنا لمسؤول بعد تشكيل الحكومة الانتقالية هي زيارة السفير قطان، دلالة على عمق العلاقات بين الجانبين، وأكد على أهمية التعامل والاستثمارات المشتركة، وحتى كمان هو بشر بأنه سيتم تفعيل علاقات التبادل والاستثمار خلال الفترة القادمة. وما أدى ذلك من زيارات، الزيارة الآن إن شاء الله هيقوم بها السيد الدكتور حمدوك والوفد المرافق له، هذا دلالة على أنه هذه العلاقة علاقة ضاربة في الأزل، والمزاج واحد، والدبلوماسية الشعبية هي تقود هذا العمل، والحكومتين في البلدين يكادوا يكونوا بيتكلموا باستراتيجية وشراكة واحدة. نتمنى للبلدين للزيارة التوفيق، ونشهد حجم ومشاريع عملاقة بتعزز العلاقة المستدامة بين البلدين. نعم، شكرا لك جدا أستاذ صديق عثمان الشم، المستشار الإعلامي للغرفة بالمدينة المنورة. وبرجوع لضيفنا من داخل الاستوديو أستاذ محمد عمر النور. أستاذ محمد عمر، زي ما ذكر أستاذ صديق عثمان أنه الوفد القادم اليوم إلى الرياض فيه يترأس حمدوك وفيه مجموعة من الشخصيات، وسوف يتم المقابلة نظيره من المملكة العربية السعودية، فتتوقع شنو ممكن يكون مخرجات هذه الزيارة؟ ممكن نقول اليوم تفرد الوفد بوزير الزراعة والنقابات بروفيسور محمد سعيد حربي، قد يكون هذه هي الفارقة التي حدثت ما بين الزيارات السابقة وهذه الزيارة. يبدو أن بما أن بروفيسور محمد سعيد حربي رجل صاحب إمكانيات كبيرة وتجارب واسعة في الاستثمار الزراعي، وله تجارب شخصية كبيرة جدا في هذا المجال، أعتقد أن العلامة الفارقة هي زيارته ورفقة هذا الوفد ووزير المالية كذلك. يبدو أن هذه الزيارة مرتبطة بشراكات اقتصادية في مجال الزراعة على الخصوص، وصحبة وزير المالية ومدير بنك السودان المركزي يعطي زيارة بعدا آخر، هو البعد المالي، البعد المالي الذي يختص خصوصا بالتحويلات ما بين البلدين واعتماد السياسات النقدية والمصرفية.
لأن تعرفي أنه بعد السودان منذ 27 عاما عن النظام المالي العالمي ونظام التحويلات البنكية، هذه الأمور جعلت أن حتى التجربة تكاد تكون منعدمة لدولة زي السودان للأسف في إنها تقدر تدخل وتقدر تحول التحويلات النقدية ما بين البلدين، تكون صعبة لهذه الدرجة. أعتقد أن العلامة الفارقة كذلك وظل أكرر أنها هي صحبة مدير بنك السودان المركزي ووزير الزراعة ووزير المالية كذلك هؤلاء الثلاثة قد يشكلون دعما لهذه الزيارة بما يعني يبذلونه من خطط ومقترحات ورؤى قابلة للتحقق يمكن طرحها على المجال على الجانب السعودي حتى تثمر هذه الزيارة كامل أهدافها. أعتقد أن زيارة الوزير قطان كانت هي الدعوة، والآن قد لبت أجهزة الحكم الانتقالي في السودان هذه الدعوة. نحن كشعب علينا الانتظار قليلا حتى نرى ثمرات مثل هذه الزيارات. نعم، ومثل هذه الزيارات بالتأكيد يعني تجني الكثير من الثمار بالتأكيد أستاذ محمد. طيب، دور الإعلام، طبعا الإعلام له دور أساسي وفعال في دفع عجلة التطور في كل البلدان، فما رأيك في دور الإعلام في دفع عجلة التنمية بالنسبة للدولتين الشقيقتين السعودية والسودان؟ رأيي في الإعلام قد يكون يعني بيقولوا شنو حادا إلى حد ما. الإعلام السوداني للأسف ظل بعيدا عن دعم مثل هذه العلاقات. يعني أنت في محيط إفريقي عربي يضم قرابة 8 دول لم تضع علاقات أو تصنع شراكات إعلامية مع البلدين مع البلدان المشتركة هذه من أجل تطوير هذه العلاقات. دولة مثل المملكة العربية السعودية ظلت حاضرة في كل مناسباتنا، في أطراحنا، في أفراحنا. لو تتذكرين السيولة الأخيرة، المأساة والكوارث والسيولة الأخيرة، لم تتقدم دولة غير المملكة العربية السعودية في درء آثار هذه السيول والكوارث. يعني ظل صندوق الملك سلمان، ولا ما اتذكر استحضر اسمه صندوق الملك سلمان. نعم، ظلت السعودية يعني تساند السودان في كل نعم الأزمات. نعم، هو ما أريده إنه كانوا دائما حاضرين ومبادرين، صحيح، لكن هذا الدعم لم يجد صدى في الإعلام السوداني للأسف. علاقة أزلية واستراتيجية ولها كثير من المشتركات ما بين الدولتين لهذه العلاقات. كنت أتمنى أن تجد مثل هذه العلاقات دعما إعلاميا وصدا واسعا من أجل تمتينها أولا، ومن أجل بث حقيقة وصدقية هذه العلاقات وأزليتها لكامل الشعبين. حتى على الأقل إذا كان التصالح الرسمي حاضرا بين الحكومتين، يجب أن تكون هنالك إلفة وتوالف بين الشعبين، حتى تظل متى ما ارتد أحد الأطراف نجد أن القوة والضغط الشعبي ما بين البلدين هو حاضر من أجل زيادة وتمتين ورباط مثل هذه العلاقة. لذلك دور الإعلام يظل دائما رأس الرمح باعتباره أنه سيعكس ما يتم من جهود من قبل المسؤولين، من قبل العلاقات وروادها ما بين الشعبين في التطوير. هذا الانعكاس يقوم برد الفعل، يعني هو فعل يقوم به المسؤولون والسياسيون ورجالات المجتمع، ولكن أين نسمع صداه؟ يجب أن نسمع صداه في الإعلام حتى تترسخ العلاقة لدى الشعوب. يعني فعل يقوم به رأس النخبة من الدولتين ويتم عكسه للعوام من الشعبين، على الأقل سيعطي هذا انطباعا خاصا لدى الشعبين. نعم، معنا أيضا اتصال هاتفي من محمد مجذوب، صحفي وباحث في العلاقات الدبلوماسية بالرياض. أهلا بك أستاذ محمد مجذوب. عليكم السلام، أهلا بكم وبضيوفك الكرام.
أستاذ مسدوب، أكدت السعودية على الدوام وقوفها مع السودان وشعبه، وكانت دائما سباقة لدعم السودان اقتصاديا في الأوقات الصعبة، وبذلت جهود كبيرة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. فكيف ترى مخرجات هذه الزيارة؟ هي كما تفضلت لي تتويج للحراك الدبلوماسي الناشط منذ فترة بين البلدين، واللي نشط بصورة ملحوظة أكثر واستثنائية بعد تغير الأوضاع في السودان وزوال نظام الفساد والاستبداد السابق. وهذه الجهود الدبلوماسية تعبر عن تطلع البلدين وحرصهم اللافت على تطوير علاقات دبلوماسية متينة، بحيث إنها تحقق المصالح المشتركة للبلدين وللشعبين اللي بتربط بينهم أصلاً أواصر يعني تاريخية وشعبية ونفسية، وترفع بالتوازي مع ذلك درجة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. نعم، وأيضا أستاذ محمد، تأتي الزيارة وسط متغيرات إقليمية كبيرة تهم المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها ضرورة استقرار السودان أكيد وحل الخلاف مع إثيوبيا والاتفاق على أمن البحر الأحمر، ماذا رأيك؟ نعم، يعني لحسن الحظ الملف الأمني اللي بيجمع السودان والمملكة العربية السعودية ملف خدمته ظروف طبيعية وتاريخية. على المستوى الطبيعي الجيوسياسية اللي بتربط السودان والمملكة هي 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 ذات طبيعة غنية ومحفزة لترسيخ مزيد من التعاون في الملفات الأمنية، بحكم أن البلدين بيطلوا على ساحل البحر الأحمر، وساحل البحر الأحمر يشهد حراك حيوي دولي كبير. القضايا المرتبطة بأمن البحر الأحمر اللي تهم المملكة والسودان عبر عنها أفتكر من فترة بسيطة وأيام بسيطة وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية في زيارته الأخيرة للسودان. من العوائق اللي يجب أن تزلل عشان يتحقق للبلدين يعني مصلحة آمنة في البحر الأحمر هي إزالة الاتفاقيات السابقة اللي عملها النظام الفاسد مع بعض الأطراف اللي بتأثر على أمن الدولتين السودان والمملكة. دي حيتم تفاهم فيها، كان وزير الدولة السعودية للشؤون الأفريقية يعني قد رد في مقابل على سؤال حول إمكانية إلغاء هذه الاتفاقيات اللي تهدد أو تعيق التواصل الأمني بين السودان والسعودية، وقال انه هو لا يشك في انه خطوه السودان القادمه حترسخ لامن بحر احمر معافى يخدم الدولتين. كذلك للمملكه دور لافت ينتظر ان يثمر خلال الفتره المقبله بخصوص ازمه سد النهضه. المملكه تنظر لهذه الازمه من واقع ان دولتي المصب السودان ومصر دولتان عربيتان الى جانب وجودهم في افريقيا. بالتالي هي 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 مسألة أمن مائي عربي في نظرة المملكة العربية السعودية، ومن هنا بيأتي اهتمامها. فده برضو ملف مهم جدا حيتم يعني التواصل فيه خلال الفترة المقبلة، وحيشهد برضو يعني ثمرة تصب في مصلحة البلدين. كذلك المملكة تحتاج وتطمع وتطمح في مزيد من التواصل الأمني مع السودان في ظل وجود دولي كبير على السواحل السودانية. يعني لا يخفى علينا أن الفترة الأخيرة شهدت وصول سفن روسية تهدف أو تستهدف بحسب تصريحات روسية بناء قواعد بحرية لروسيا قبالة السواحل السودانية. كذلك غير بعيد استقبال ميناء بورسودان مؤخرا لسفينتين حربيتين أمريكيتين، وذلك المرة الأولى منذ 25 عام. العلاقات السودانية الأمريكية نامية. هذه كلها ملفات تفرض يعني مزيد من التنسيق الأمني بين المملكة والسودان للوصول إلى تفاهمات يستفيد منها الطرفين
وتكون منطلق أيضا لاستراتيجية دفاع مشترك وتواصل أمني يحمي الدولتين ويوفر ضمانة ضد أي مهددات لأمنهم الوطني. نعم أستاذ محمود، بصفتك صحفي، فأستاذ محمد بصفتك صحفي، كيف ترى دور الإعلام في دفع العلاقات بين البلدين، يعني بالذات في هذه المرحلة؟ هو الإعلام مهم في كل المراحل، لكن زي ما تفضلت المرحلة هذه تشهد تغارب استثنائي. إحنا نراه استثنائي مع أنه المفروض يكون طبيعة حكم العلاقات والوشائج اللي تربط بين البلدين، يعني السودان والمملكة. وهذه وشائج يعني عندها بعد نفسي واستراتيجي وشعبي واقتصادي، وسيتم تتويج كل هذا بفضل المخرجات الإعلامية اللي هي أصلاً بترفع درجة توفير الأجواء اللي تتيح تكامل اقتصادي وسياسي بين الدولتين، وتسهم في تنشيط الدبلوماسية بشقها الشعبي والرسمي على مستوى وزارات الإعلام في البلدين، على مستوى الوفود الشعبية، على مستوى التواصل الثقافي. هذه كلها مخرجات الإعلام بالمناسبة. فالتنسيق الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية نفسها هو رافد من روافد، عكس الجهود المبذولة في كافة المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وبالتالي يعني توفير معلومات أو معارف لدى الشعبين بحيث أنهم ينخرطوا في عملية استثمار العلاقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين المملكة والسودان. نعم، شاكرين لك جدا أستاذ محمد المجذوب، الصحفي والباحث في العلاقات الدبلوماسية من الرياض، من عاصمة المملكة العربية الرياض. أستاذ محمد عمر النور، عندك أي تعقيب أو تعليق على دردشتنا مع الصحفي محمد مجذوب؟ إذا كانت من ملاحظة، هي الملاحظة التي قد بينها الأستاذ محمد مجذوب، أن السودان ومصر هما دولتان مصب، وهما عضوان بالجامعة العربية، وهما دولتان عربيتان صاحبتا مصير مشترك. هذا يجعل لهذه الزيارة، بما أن المهدد الأول للسودان في هذه الظروف هو دولة إثيوبيا، يجعل ضرورة التنسيق الأمني والسياسي من أجل حل سلمي لهذه الأزمة لازما. نعم أستاذ محمد، طيب برأيك كيف تستطيع أن تساهم السعودية في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعدين والاستثمار؟ في مجال الاستثمار، الاستثمار لما قلنا استثمار، أن الجانب هو جانب رأس المال. السعودية تتوفر على رأس مال قادرة، وتجربة مالية واستثمارية قادرة على تغيير وإحداث فارق كبير على البنية التحتية في السودان، وعلى الجانب الاقتصادي للشعب السوداني في الشراكة عبر مشاريع زراعية وصناعات تحويلية، باعتبار أن السعودية لها مشاريع ضخمة حتى في داخل المملكة، مشاريع ضخمة في جانب الصناعات، مثلا صناعة الألبان وصناعات المرتبطة بالعصائر، اللي هي الصناعات التحويلية. هذه التجربة الكبيرة من شركات سعودية رائدة يمكن طرحها في السودان عبر مشاريع استراتيجية يمكنها أن تحدث فارق. هذا في جانب الاستثمار الزراعي. مثلا في مجال التعدين نجد أن المملكة العربية السعودية أيضا لها تجارب واسعة جدا في مجال التعدين على الذهب، في مجال التعدين على المعادن الأخرى، في مجال التعدين حتى تجربة البترول هي تجربة رائدة عالميا في المملكة العربية السعودية. هذا يجعل من المملكة العربية السعودية بلا منازع الشريك الأوحد إذا أردنا شراكات حقيقية مع دول من أجل النهوض وإنتاج مشروع نهضة وطني. يجعل خياراتنا الخيار الأول هو اللجوء إلى المملكة العربية السعودية وإنتاج شراكات منطقية ذات عوائد جيدة للطرفين، يجعلها الملاذ والملجأ في جانب التعدين والزراعة.
نعم، وطبعا بالتأكيد يعني زيادة الرقعة الزراعية الذي تستثمر من قبل المملكة العربية السعودية في السودان يعني هي من أكبر، خلينا نقول من أهم المحاور، هي زيادة الرقعة الزراعية، لأنه في أراضي كثيرة في السودان لم تستغل حتى الآن. نعم بالتأكيد نعم نعم هذه التجربة الماثل والشاهد على ضرورة التعاون وما فيه من مصلحة الأمن القومي العربي قاطبة، ليست أمن المملكة العربية والسودان فقط، الخليج بدوله، دول مجلس التعاون الخليجي تستورد غذاء سنوي بما يعادل 40 مليار دولار. هذه ال 40 مليار دولار عند مقارنتها بالدخل القومي والموازنة السودانية، نجد أن مثلا عجز الموازنة السودانية 5 مليار دولار سنويا. هذا العجز يمكن أن يغطى في ظل شراكة حقيقية استراتيجية مع المملكة العربية السعودية. هذا العجز لا يساوي شيئا بمقدار الأسواق المفتوحة والمتاحة في الخليج. حجم الوارد من الغذاء 40 مليار دولار، هذا الفارق ينتج غذاء كافيا للخليج مقابل ارتداد هذه التجربة الاستثمارية على الواقع السوداني. الشراكة مع المملكة العربية السعودية هي شراكة حتمية واستراتيجية، ليست شراكة باعتبار مصلحة اليوم. لذلك لما يعني إذا أخذنا جانب مثلا البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، هذه تجربة واسعة جدا، يمكن للحكومة السودانية وللشعب السوداني، لا أظن أن المملكة تضن على الشعب السوداني والنظام السوداني الآن في بذل المعلومات وكيف تم تطوير وتأهيل هذه البنية التحتية. النظام الإداري فيما يختص بنظام البلديات ونظام إدارة شؤون الدولة المدنية والخدمة العامة للمملكة العربية السعودية جانب كبير من التطوير والحوكمة وإدخال تكنولوجيا المعلومات في نظام إدارة الدولة والشعب. هذه التجارب المتقدمة جدا عالميا، يعني تجربة المملكة العربية السعودية في جانب تكنولوجيا المعلومات هي تجربة رائدة عالميا، وفي جانب الحكومة الإلكترونية الآن كل المعاملات في المملكة العربية السعودية لا تحتاج لزيارة أي مكتب حكومي، يمكنك إجراء كل معاملاتك الحكومية وتحويلاتك البنكية من خلال تطبيقات على الهاتف الجوال. هذه التجربة أتوقع وأتمنى أن يضعها المسؤولون السودانيون نصب أعينهم، لأنه لا يمكن لأحد أن يوفر لك مثل هذه المعلومات. نعم. بسهولة. ولكن أستاذ، هل ترى أنه السودان هو شريك مؤهل حيويا من ناحية مثلا البنية التحتية لاستقبال هذا الكم من الاستثمارات؟ طبعا إذا قلت نعم أبقى مجافي للحقيقة، لأنه حال واقع الحال غير ذلك طبعا، لكن لا يمكن أن يحدث الفارق بين ليلة وضحاها، ولكن يحدث الفارق عبر أيام وعبر جهد وتعب وسهر وعرق، لأن مسؤولية بناء وطن يليق بنا هي مسؤوليتنا جميعا كأفراد شعب. إذا وجدنا المساعدة من أحد أو لم نجد، هذا حتمنا وهذه أرضنا التي ضحى أجدادنا من لدن كرري التي استشهد في ساعات قليلة 16,000 سوداني. 16,000 سوداني ماتوا على ضفاف النيل الخالد ليس لشيء. هذه الأرض تساوي إذا حسبناها بالقيمة المادية لا تساوي شيئا، صحراء جرداء على قمة جبل، يعني منطقة كرري التي تمت فيها هذه المعركة التي استشهد فيها أجدادنا هي منطقة صحراوية جبلية لا تساوي شيئا بقيمة المال والمادة، ولكن القيمة التي تركوها لنا جعلتنا نفتخر أن هؤلاء أجدادنا تركوا لنا وطنا. صحيح. تركوا لنا وطنا نعيش وتنثم هواه. لذلك أتمنى أن يستشعر كل سوداني حجم هذه المسؤولية التي على عاتقنا تجاه أن نبني وطن يحلم به أبناؤنا وأحفادنا، ويكونون فخورون أننا قد تركنا لهم وطنا يليق بهم. صحيح.
بالتأكيد طبعا. والسودان يعني إن شاء الله يكون بلد أفضل وأفضل أكيد. فتوقعاتك بالنسبة للزيارة، أكيد أنت ذكرت أنه المفروض أنه نحن نستنى عشان نشوف ثمرات هذه الزيارة الجميلة، ولكن توقعاتك الشخصية خلينا نقول على المستوى القريب أو المستقبل القريب، فتوقعاتك شنو للزيارة دي؟ توقعاتي هي أن لا أريد أن أقول أن صبر الشعب قد نفد، ولكن على المسؤولين في هذا الوفد أن يضعوا مأساة هذا الشعب والضغوط الحياتية التي يعاني منها نصب أعينهم في حواراتهم الآن الحاثل الآن مع الجانب السعودي. هذه المسؤولية التاريخية التي وضعت على عاتق رجالات الحكم الانتقالي هي مسؤولية كبيرة جدا. أتمنى أن هذه المسؤولية ستدفعهم لبذل كامل الجهود من أجل وضع كل الأوراق والاتفاقيات التي عليها على أرض الواقع. لن ننتظر إلى الأبد لكي نبني هذا الوطن، يجب أن نحدث تحولا وأن نضع خططا قصيرة وبعيدة. الشاهد على أن هذه الزيارة مفصلية أن هذه الزيارة شاملة تضم من رجل الحكم الأول الدكتور عبد الله حمدوك، مرورا بوزيرة الخارجية، مرورا بوزير المالية، مرورا بوزير الزراعة، مرورا إلى محافظ بنك السودان المركزي. لن تكون هذه الفرص والأيام مبذولة أمامك لكي تستريح. يجب إحداث فارق حقيقي. دائما في نقاشات أجد نفسي دائما مهموما بالمستقبل، ليس مهموما بقضايا الحاضر. لذلك هم عليه من يبذل جهودهم، وعلينا أن نرى إذا وجدنا منهم اعوجاجا تجاه أي غيم علينا أن نناهض هذه الاعوجاجات من أجل تقييمها وتقويمها. لذلك أجدني متفائلا إن شاء الله بأنها ستحدث فارقا. أولا لأن توقيت هذه الزيارة جاء بعد أكيد أن الدكتور الأستاذ أحمد قطان قد طلب زيارة كبيرة بهذا الحجم، يعني أن المملكة العربية السعودية متهيئة، لكن يجعلني ماذا يحمل هذا الوفد؟ أنا طلبت زيارتك، وماذا بعد؟ ماذا تحمل؟ ماذا تريد مني؟ وماذا أريد أنا في مقابل ذلك؟ هذه هي الأسئلة المحورية. ووفد إذا حسبناها بحسابات الغيمة التي يحملها كل رجل من رجالات ومرأة من ضمن أعضاء الوفد سنجدهم على قامة الشعب السوداني ونخبته المتميزة، وزراء على المكاتب القيادية في أحزاب سياسية كبيرة جدا، أصحاب تجربة كبيرة جدا في العمل العام. لذلك ومشروعات الأحزاب السياسية تنتج مشروعات للتغيير على الدوام، لذلك أجدهم مؤهلين للتفاوض مع الجانب السعودي، مؤهلين لبيان وجهة نظرهم، مؤهلين لعرض الأفكار المتميزة، مؤهلين لقيادتنا إلى واقع أفضل. نعم بالتأكيد، وكلنا زي ما بقولوا كلنا أمل في غد أجمل إن شاء الله ومشرق ومستقبل يعني لأولادنا ولأجيالنا بإذن الله. كلمة أخيرة حابب توجهها أو نصيحة ممكن نقول للقائمين على الفترة الانتقالية في السودان، وإنت في رأيك لو حابب توجه نصيحة للحكومة الانتقالية عشان تقدر ترعى هذه الفترة الحساسة بالنسبة لدولة السودان. والله لست في مستوى يؤهلني للنصيحة، ولكن أقول يعني إذا في الحسابات رحم الله الإمام الصادق المهدي كان في خواتيم أيامه قد قال أنه كان يطمح إلى رؤية المصالحة الخليجية حتى يطرح لهم برنامجا للشراكة المستقبلية، وكان قد سماه برنامج مارشال لإعمار ونهضة السودان وإنتاج الغذاء لكل الدول العربية. إذا كان من قول يمكن أن أقوله،
يجب التمسك بمثل هذه الشراكات مع دول المحيط العربي، باعتبار أنهم يعني ما فتئوا يساندوننا في كل الجائحات وفي كل الكوارث والفيضانات التي تحدث في تاريخ السودان. وأجد نفسي شاكرا لهم ومقدرا لمثل هذه الجهود، ومباركا لسعي الحكومة ورجالاتها لدعم التحول الديمقراطي وبناء أمل بغد جميل للشعب السوداني. نعم، شاكر لك جدا تواجدك معنا اليوم من داخل الاستوديو، وشاكر أيضا لمشاهدينا. والليلة حلقتنا كانت عن زيارة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك في الرياض، وهذه الزيارة الرسمية تعد من أهم الزيارات، لأنه ناقشوا فيها القضايا السعودية السودانية وسبل تعزيزها. وكلنا أمل إن شاء الله بصدد هذه الزيارة. ومشاهدينا، بكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا. نشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة. كونوا طيبين وبصحة وعافية.